تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تفقد وفد من بلدية مدينة الذيد لعدد من مواقع العمل بمختلف المشاريع والتي تشمل أعمال تسوية وتحسينات. إلى التفاصيل. هنا في المنطقة الوسطى وتحديدا في مدينة الذيد، تواصل بلدية المدينة جاهدة عمليات التطوير والإنشاء عبر مجموعة من المشاريع الجديدة والتوسعات الحيوية، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية متكاملة. تأتي هذه الجولة في إطار حرص البلدية في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، واهتمامه الكبير في تلبية شؤون المواطنين والمقيمين وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء المنطقة في سبيل توفير الحياة الكريمة ومستقرة لهم، حيث تم متابعة هذه الأعمال ميدانيا للإطلاع على سير أعمالها بشكل مناسب وفق الخطط الزمنية التي وضعت لها. بدورها زارت كاميرا أخبار الدار برفقة فريق بلدية مدينة الذيد 5 مواقع تعمل البلدية على تحسينها، منها الميادين والحدائق العامة ومضمار سباق الهجن الذي يستعد للمناسبات القادمة. تم متابعة أعمال ميدان الذيد لسباقات الهجن بالتنسيق مع إدارة النادي من خلال تقديم كافة الخدمات الخاصة بمهرجان سمو الحاكم، والذي ينطلق في تاريخ 3 نوفمبر إن شاء الله، حيث تم توفير الآليات والمعدات اللازمة لتجهيز كافة الخدمات لاستقبال المهرجان، كما تم فتح طرق جديدة بين العزب وتسوية باقي الطرق الداخلية والخارجية التي تخدم ملاك الهجن ومرتاديه الميدان بشكل عام. إذن ها هنا خدمات هدفها توفير حياة كريمة ومستقرة للأهالي وتقديم أفضل الخدمات والحلول التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم. إذن جهود حثيثة لبلدية الذيد في تطوير المدينة والميادين العامة فيها، ما يؤكد حرصها على تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمقيمين والزوار من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً للمدينة. لأخبار الدار، ولد الأصبحي من المنطقة الوسطى الذيد.